اسأل نفسك بينك وبين الله عن بعض المحرمات المحتملة وبعض الواجبات المتروكة. هل قمت لصلاة الصبح هذا اليوم؟ وكم هي النسبة التي تصلي بها صلاة الصبح في وقتها؟ او انك تنام باستمرار عنها؟ ومن ينام عن صلاة الصبح بطبيعة الحال ينام عن صلاة الليل بطريق اولى، ولا يقرأ دعاء الصباح ولا القرآن ولا التضرع والخشوع خلال الفجر بطبيعة الحال، فيفوته الفضل كله وليس له بديل الا النوم. وهل يصلح النوم ان يكون بديلا عن طاعة الله والخشوع لله وذكر الله والقيام بالواجبات والمستحبات؟ عيب هالحكاية الدنيوية السافلة المتدنية. فيكون النوم سيفا من سيوف الشيطان، يضرب به الشيطان المؤمنين ويذهب عليهم آخرتهم وفضيلة أعمالهم. اسأل نفسك كم كلمة تكذب في اليوم، او ان ديدنك وعادتك على الكذب والعياذ بالله، او ان عادتك والتزامك على الصدق والحمد لله. وما هي النسبة بين صدقك وكذبك في حياتك؟ فان وجدت الطاعة والصدق فاحمد الله على حسن هدايته لدينه والتوفيق لما دعا اليه من سبيله، وان وجدت المعصية والذنب والعيوب فبادر الى التوبة، فانها غير ان التوبة غير قابلة للتأجيل، بل واجب فورا دائما، لان تأجيلها يعني احتمال ان لا تحصل ابدا، اما بحصول الموت، فلربما الانسان يموت في اي نفس وفي اي يوم وفي اي ليلة وهو ممكن دائما، واما بحصول الغفلة، او ان يكون الفرد من التدني وقسوة القلب بحيث لا يكون مستحقا للتوفيق للتوبة. والفرصة للطاعة موجودة دائما، والفرصة للتوبة وباب التوبة مفتوح دائما ما دام النفس موجودا. فإن كنت متدينا فامشي في طريق الكمال، والله تعالى سريع الرضا واسع الرحمة، منان بالعطيات على أهل مملكته.